العديد من الاخوات كيمشيو يستعمل الادويه في هذه الحاله هذه ديال اللي كيكون الحريق بزاف ديال العدد ديال الدوره الشهريه، ولكن هاد الادويه العشوائيه بهذه الطريقه كيمكن انها تاثرنا على بزاف ديال الحوايج، منها الخصوبه. اكيد 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 انها يمكن تاثرنا على الخصوبه والجوده ديال البويضه عند الاخوات. اييه هذه المساله ردوا ليها البال. يعني الحريق تفضل اللي كيكون او كينتشر كيطلع نورمالمون هادو كيتسموا لي بروستاغلاندين، هما عباره على واحد المكونات اللي كتكون في الرحم باش كتعطينا الانقباض. نعم. اذا ملي كطيح في الرحم باش كتعطينا الانقباض باش كيتصفى لينا الرحم. اذا الا ما كانش التخصيب هنا خصنا نتخلصوا من داكشي دوك الفضارات اللي تكونوا على اساس باش يستقبلوا الجنين. اذا كيمشيو دونك هادي بروستاغلاندين كيطيحوا في الرحم باش كيعطيونا الانقباضات هما اللي كيعطيونا الحريق، ولكن في بعض الحالات هاد لي بروستاغلاندين كيهاجروا كيهربوا على الرحم. أيه. عند بعض الاخوات كيمشيو في داك المحيط ديال الرحم اللي هو الكرش ولا في بعض الحالات كيطلعوا حتى للفوق. فهنا هادشي علاش كنحسوا بدوك لي دولور، كنحسوا بدوك لي انقباضات على المستوى ديال العضلات ديالنا، لان الرحم راه عضله وهادشي اللي كيعطينا الحريق. نعم. طيب. اذا هاد لي بروستاغلاندين كيفاش يمكننا نهمدوهم ونخففوهم؟ خمس ايام قبل ما يجي الدوره الشهريه ندير واحد سبعه ديال الوريقات ديال السلميه لاصوج. لاصوج فيها لو بورنيول. لو بورنيول كيخفض لينا من القوه ديال هاد لي بروستاغلاندين. اذا سبعه ديال الوريقات ديال السلميه في كاس صغير ديال الماء مغلي كنشربوها كل ليله خمس ايام قبل ما تجي الدوره الشهريه، وكنبقاو مستمرين. اون فوا كتجي الدوره الشهريه، يعني غير كتبدا الدوره الشهريه، كنحبسوا هذه الوصفه هذه. نعم. وكنداوموا عليها كل مره، يعني كل شهر، وهنا كتعطينا واحد الراحه وما كنبقاوش نحسوا بهذا الالم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.